أهلا بكم. منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والدولة العراقية تواصل انحدارها على كل المستويات، ومنذ 20 عاما تكرر قوى العملية السياسية الحديث السياسي والإعلامي عن ضرورة الإصلاح العام لإيقاف هذا الانحطاط، لكن بقي هذا الأمر مجرد أحاديث سياسية وإعلامية دون رؤية واضحة يمكن ترجمتها إلى واقع عملي ملموس. والهدف منها كما يقول المراقبون والناشطون العراقيون هو امتصاص غضب الرأي العام العراقي الساخط والناقم على هذا الوضع المتردي. وفي مؤشر واضح أيضا على عدم إدراك قوى الحكم لخطورة المرحلة التي يمر بها العراق والتي لم يعرفها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 21 من القرن الماضي، حقيقة استعداد القوى السياسية عن البدء بإطلاق مشروع للإصلاح العام في العراق والحديث المكرر عن هذا الإصلاح منذ 20 عاما هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة الآتية: ما الأسباب الحقيقية لهذا الحديث المكرر لقوى العملية السياسية عن ضرورة الإصلاح في العراق منذ 20 عاما؟ وهل القوى السياسية أصلاً التي تحكم العراق تملك رؤية واضحة ومستعدة فعلاً لإطلاق مشروع إصلاحي جدي وحقيقي؟ ولماذا لم تسر هذه القوى السياسية صاحبة الحديث المكرر عن الإصلاح خطوة عملية واحدة في مسار الإصلاح خلال العقدين الماضيين؟ وهل القوى العملية السياسية التي راكمت كل هذا الخراب والفساد خلال حقبة ما بعد الاحتلال مقبولة ومؤهلة للبدء بالإصلاح؟ ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي ورفعت الزبيدي. من سعوا في غزو العراق وتدميره وجاءوا بعملية سياسية غير وطنية يرفعون منذ 20 عاما شعارات الإصلاح، وكلما جاءت حكومة كررت ذات الوعود وإذا بها تغرق العراق بالفساد أكثر فأكثر، حتى وصل إلى ما هو عليه من انهيار شبه تام للمؤسسات بفعل الفساد الذي نخرها إلى أن وصل جذورها. وحينما يطلق بشعار الإصلاح يقصد به النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأول من قال جئنا بالإصلاح هو نور المالكي، إلا أنه مهد الطريق لنفوذ الميليشيات من خلال إنشاء مجموعات أمنية تابعة له، وعزف على الوتر الطائفي وأدخل البلاد في فوضى أمنية، كما أنه هيأ القاعدة العامة لسرقة المال العام وهندس عملية المحاصصة الطائفية. حيدر العبادي حمل شعار الإصلاح كذلك، وفي عهده ازدادت الصراعات الحزبية وكثرت الأيادي الناهبة لثروات البلاد، ونشأت فوضى كتل وأحزاب أدت إلى شل الحركة البرلمانية. عادل عبد المهدي وفي محاولة لإيجاد شعار إصلاح مختلف تعهد بإنشاء حكومة التكنوقراط من خلال استقبال طلبات المناصب عبر بوابة إلكترونية، لكن في النهاية لم ينفذ من هذه البوابة إلا من هو محسوب على الأحزاب والميليشيات. استمرت الشعارات الوهمية في عهد مصطفى الكاظمي وأطلق ورقته البيضاء، فإذا بالأحزاب تحولها إلى سوداء بسبب تفاقم الفساد ووصول الدولة إلى حافة الانهيار. مكافحة الفساد الإداري والمالي. وكأن الشعب العراقي لم يمل من هذه الوعود الوهمية حتى كررها السوداني، ولم يكن أفضل من سابقيه من ناحية غياب الإرادة الوطنية وسوء التخطيط والإدارة. إنقاذ العراق أصبح مستحيلاً دون تغيير الطبقة الحاكمة، وما قول برهم صالح إن النظام الحالي قد انتهى إلا دليل اعتراف صريح جاء من أحد أركان هذه العملية السياسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث عن هذا الحديث المكرر السياسي والإعلامي لقوى العملية السياسية عن الإصلاح وضرورته وحتميته في العراق في ضوء هذا الانحدار الذي تعانيه الدولة منذ عام 2003 وحتى اليوم. ضيفاء الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي سيكون معنا في الاستوديو، وأيضا سيكون معنا الكاتب والباحث السياسي أيضا الأستاذ رفعت الزبيدي عبر سكايب من أمريكا. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. دكتور، الحديث عن الإصلاح حديث لم يتوقف، حديث سياسي وإعلامي منذ عام 2003
عن الإصلاح بصورة عامة، عن إصلاح الدستور، عن إصلاح سياسي، عن إصلاح اقتصادي بكل مستويات قضية الإصلاح في العراق. ما الأسباب الحقيقية لهذا الحديث المكرر والذي لم يخطى فيه خطوة عملية واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا دكتور. حقيقة سأبدأ بتعريف لكلمة الخرافة أو لمفردة الخرافة. الخرافة هي الاعتقاد أو الفكرة القائمة على مجرد تخيلات دون وجود سبب عقلي أو منطقي مبني على العلم والمعرفة. هذه الخرافة، والخرافة رفضها الإسلام، رفضها كل العقل. احنا طوال وقد جئت للتعريف هذه المفردة لكي أقول أنه طوال 20 سنة منذ عام 2003 لحد الآن، كل القوى التي حكمت العراق بدءا من الاحتلال لغاية آخر حكومة، كل قوى العملية السياسية يحاولون أن يقنعوا الشعب العراقي بأن الخرافة هي الحقيقة، وأن كل ما يقولونه هو الواقع والحقيقة وهو ضد المنطق وضد العقل. من البداية أرادوا أن يقنعوا الشعب بخرافة أن المحتل هو محرر، أن المقاومة هي إرهاب، أن الأحزاب العميلة والتي تعمل لصالح دول أخرى هي أحزاب وطنية وقوى وطنية وجاءت لتحكم العراق وفق منطق وطني، أن الميليشيات والقوى العصابية والعصابات التي تقتل وتذبح وتسرق هي قوى وطنية وجاءت لخدمة المجتمع ولكي تحقق الأمن والأمان، أن الخراب والدمار هو البناء والازدهار والقدرة، أن أموال العراقيين، أن أموال الشعب هي أموال مخصصة للفساد والخراب والكل للنهب، وهكذا كانت. فنحن أمام خرافة الحقيقة، 20 سنة يحاولون أن يقنعوا الشعب بأن الخرافة هي الحقيقة، وجزء منها الحديث عن الإصلاح. يحاولون أن يقنعوا الشعب بأن كل خطواتهم هذه التي جاءت هي إصلاح وهي محاولة وخطوات يقطعونها على طريق بناء العراق وازدهار العراق، وواقع الحال عكس ذلك تماماً. واقع الحال يدلل على أن العراق قد تخلف عن النقطة التي كان فيها حتى في عام 2003، رغم الحصار 13 سنة ورغم كل شيء، دعنا من كل شيء، وهذا ما له علاقة مرة أخرى لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق، هذا له علاقة بالتوجهات وواقع الحال. حتى التي النقطة التي كان فيها العراق في عام 2003 نحن تحتها بمسافات يعني بعيدة جدا جدا. العراق يدفع نحو الهاوية، خراب سياسي وفوضى سياسية، خراب وفوضى أمنية، خراب وفوضى اجتماعية اقتصادية بكل المنطقة، تربوية علمية صحية خدمية، كل شيء مفقود. خلال 20 سنة يريدون أن يقنعونا أنه هذا الدستور الذي بني على المحاصصات والخراب هو أجمل ما كتب أهل العراق وهو قابل للتطبيق، وواقع الحال يثبت أنه خرقة بالية لا يمكن القبول بها ولا يمكن أن تكون أساساً لبناء دولة مبنية على مكونات، وكل الدساتير في العالم تبنى على المواطنة. هذا كل الجزء اللي جعلني أتحدث عن الخرافة. لذلك كل ما يتحدثون عنه في البناء، في الإعمار، في تغيير حكومة جديدة، كل كذبة، كل خرافة لا يمكن تصديقها. وجزء من هذه الخرافة أنه عقليتهم، يعني عقلية من يحكمون في العملية السياسية، يعتقدون أنهم قادرين على أن يحكموا الشعب بهذه الخرافة وقادرين أن يقنعوا الشعب بهذه الخرافة. واضح هذه. مساء الخير أستاذ رفعت. حياكم الله. مساء الخير. ممكن تقول لنا أنت من أي مدينة في أمريكا؟ ولاية ميشيغان، مدينة ديربون، ولاية ميشيغان. أهلا وسهلا. الحديث عن الإصلاح قد يكون كان له آذان مصغية من الرأي العام العراقي في السنين الأولى من الاحتلال. قد يكون هناك من يحسن الظن، قد يكون هناك من كان يأمل خيرا، قد يكون هناك من قال أعطوا فرصة، هناك تحديات جابهت هذا المشروع بالبداية، مقاومة، إرهاب وغيرها. الآن هذا الحديث عن الإصلاح ما زال برأيك له متفاعلون من الرأي العام العراقي يتفاعلون معه، يأملون، يصدقون، يأخذون هذا الحديث على محمل الجد وحسن النية؟
نعم، تحية لك أيضا ولضيفك. أنا رديت التحية عليه ولكن يبدو أن الميكروفون كان مغلق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله. لا أعتقد ذلك بدليل أن نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات الأخيرة كانت لم تتجاوز 20%، رغم التزوير اللفظي الذي ورد في على ألسنة قادة العملية السياسية وكذلك بلاسخارت أيضا عرابت العملية السياسية بعد من خلال المكتب المفوضية الدائمة للأمم المتحدة في العراق. هؤلاء فقدوا مصداقيتهم لدى الشعب العراقي، ولكن هناك مسألة مهمة تتعلق في استخدام ثروات العراق، أموال العراق، لتوظيفها بالشكل الذي يخدم مصالح القوى المتنفذة في العملية السياسية، سواء كان في المنطقة الخضراء أو في أربيل وكذلك الحنانة، وبالتالي يستغلون وضع اقتصادي معين من أجل كسب قوى شبابية أخرى يمكن أن يساهموا معهم في إعادة تأهيل العملية السياسية تحت عناوين جديدة. لكن شعار الإصلاح فقد مصداقيته، وحسنا حضرتك قلت في مقدمة سؤالك أن في بداية الأعوام الأولى من عملية التغيير أو الاحتلال الأمريكي للعراق كان هناك ربما حسن نية، أو كنا نقول نحن في قوى المعارضة ممن لم ندخل ضمن مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق، كنا نقول أن هؤلاء لا يمتلكون خبرة في إدارة الدولة، ولكن الذي حدث بعد ذلك أثبت أن هؤلاء يفقدون مشروعا وطنيا حقيقيا لإعادة بناء الدولة العراقية. هذه هي النقطة الجوهرية، أنهم لا يملكون مشروعا وطنيا فيما يتعلق بكلمة الإصلاح. وبالمناسبة أستاذ ماجد، كلمة الإصلاح يراد بها توظيف طائفي لكلمة سيد الشهداء الحسين عام 61 للهجرة عندما قال إن خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. والآن الذي يرفع هذا الشعار هو من التيار الإسلامي، التيار الصدري، فيربطونها بقضية الحسين، وأن هذا أيضا هو حفيد رسول الله، ولذلك يرفعون كلمة الإصلاح. نعود إلى أحداث العنف الطائفي 2006، نجدهم أنهم من القوى المتورطين في إراقة دماء العراقيين. نعم دكتور رافع، على الرغم من هذا العمر الطويل لحديث الإصلاح، وعود الإصلاح، الإصلاح الشامل ومنه السياسي، والكل يتحدث عن الإصلاح، قوى العملية السياسية، أن الإصلاح أصبح عملية حتمية وضرورية وليس طرفا، لكن لحد الآن لم يقدم مشروع أو رؤية معينة لعملية الإصلاح أو آلية الإصلاح، حديث سياسي وإعلامي مكرر ومستهلك، وكما يقول الناشطون العراقيون حديث ممجوج. هذه القوى عاجزة عن تقديم رؤية حقيقية للإصلاح لتستقطب دعم المجتمع، الرأي العام في العراق، لتحتشد وراءها في سبيل هذا المشروع. ليس هناك من رؤية. أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك على هذا، يعني فقط أعقب على قضية أنه هذه الأحزاب تمثل تيارا إسلاميا في العراق، يعني حقيقة الإسلام براء منهم، هؤلاء يعني هويتها يقصد، يعني حتى هويتهم يأخذ هم يقولون إيه؟ وهذا كذب، والناس تعرف أنه إيه؟ كذب، يعني ما لهم علاقة لا بالإسلام ولا بأي عقيدة، عمامة ولحية، ويعني وهذه ما لها علاقة لا بالعمامة ولا باللحية ولا إيه؟ هالقضية وروح نعم. الفلان إمام وما أعرف، كذبة كبيرة هاي. نعم. ما لها علاقة هاي، الإسلام غير 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 مفاهيم وغير نعم. غير إطار. نعم. عموما نعم. فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص موضوع الإطار، أنا أقول لك الرؤية يعني مثل نعم إيه؟ مثل ما قال الضيف، قال ضيفك الكريم، قال إنهم لا يمتلكون مشروعا وطنيا، هذه واقع الحال. هم لم يأتوا لبناء شيء، لم يأتوا لبناء إصلاح أو إصلاح العراق والنهوض بالعراق وتغيير العراق إلى الأحسن، مثل ما دعت أمريكا أن العراق سيكون منارة المنطقة، منارة من السوء، نعم، منارة من الخراب والدمار، ونموذج ممكن إسقاطه مثل ما قال
أحد ضباط المخابرات الأمريكية قال هذا النموذج ممكن بعام 91 قال سنعمل على تصميم نموذج في العراق ممكن إسقاطه على أكثر من دولة، وهذا واقع الحال الآن. هذا النموذج في العراق هم يريدون أن يقولون ممكن نسقطه على أي دولة، وبدأنا نشاهد ذلك في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي مناطق كثيرة. الحقيقة لا أقصد يعني 100% نفس النموذج الذي طبق بالعراق، لكن أجزاء من عنده طبقت في هذه المناطق وأدت إلى الخراب الذي شاهدناه. الحقيقة هم لم يأتوا لبناء شيء، لذلك أنا تحدثت عن الخرافة. هناك يعني واقع يكذب هذا الموضوع. خلال 20 سنة ما الذي فعلوه؟ أموال تأتي، أموال كبيرة جدا جدا، ويعني لحد 2003 الأموال التي جاءت من النفط للعراق من عام 1921 أو حتى من عام 1917 من 32 من أول بير نفط في العراق، لحد العام 2003 الأموال التي جاءت للعراق التي كانت واردات للعراق لا تساوي ربع الأموال التي جاءت من عام 2003 لغاية الآن. مبالغ هائلة جدا جدا، لم يبنى بها مصنع واحد، لم تبنى بها زراعة، ولم تبنى بها التجارة، لم يعمر شيء، لم يؤسس لشيء. المدارس ما زلنا لحد الآن يتحدثون بعد 20 سنة من كل هذه الأموال ومن هذا المشروع الذي يقولون الإصلاح والإعمار والبناء. لدينا 11,000 مدرسة نحتاج من 11 إلى 13,000 مدرسة، من ضمنها لدينا الآن أكثر من 4,000 مدرسة طينية. التخلف في التعليم، رئيس الحكومة السوداني قبل أسبوع ألقى برقبة أيضا ما هو هذا السابق. أنا أريد أن أصل إليه. لذلك وصلوا إلى مرحلة لأنه الكذب لا يمكن يستمرون به، عادوا ليتحدثوا في كل الاتجاهات ليرموها في سلة غيرهم، فسلت كل الأنظمة التي أسست في العراق من عام 21 لحد الآن هم المسؤول. الطائفية هم يعني المسؤول، هاي كل الأنظمة كلها مسؤولة. الخراب هو المسؤول. التعليم سيء مع أنه العالم كله يعرف، وتقارير الأمم المتحدة وتقارير اليونسكو واليونيسيف تتحدث عن أن العراق كان قبلة للتعليم حتى بالثمانينات، كان حتى في زمن الحرب العراقية الإيرانية كان التعليم في أفضل مراحله. دعك من الفترة ربما الفترة التي فيها الحصار، 13 سنة من الحصار، ربما التعليم خفض بسبب عدم وجود إمكانيات، لكن قبلها كان التعليم وشهادة أن الأمية تم القضاء عليها في العراق بشهادة اليونسكو. الآن كم عدد الأميين في العراق في ظل كل هذه الأموال وكل هذه الإمكانيات وفي ظل كل التأييد الإقليمي والدولي والعالمي كل مؤيد؟ كيف يمكن؟ لذلك أنا استغرب عندما طبعا أقرأ تصريح أو أسمع التصريح لسفير ألمانيا في العراق يقول أنه يقول للسوداني يقول له أنه ما فعلته خلال 6 أشهر الماضية يعادل ما تم إنجازه خلال 15 سنة. الله أكبر، ما هذا الكذب؟ هو ما الذي تم إنجازه 15 سنة لكي تعادله في ما هو خراب ودمار وتفرقة وطائفية وقتل وذبح وتغيير ديموغرافي وتمزيق للمجتمع وضياع لكل فرص الحياة وفرص التنافس مع يعني العراق؟ هذا البلد لا يحتاج أن يتنافس معه على الأقل محيطه بالصناعة بالتجارة بالزراعة بالإنتاج. العراق بلد مستهلك، حولته إلى بلد مستهلك، الناس تأكل وتنام، 7,000 موظف، 7 ملايين موظف معينين يأخذون أكثر من 75% من الموازنة ويتحدثون على الإصلاح وبناء وتغيير. هذه كذبة أستاذ رفعت. هذه القوى العملية السياسية صارها بالحكم 20 سنة، طبعا هناك من يتحدث أنه هذه التجربة، تجربتنا في الحكم حزب الدعوة أصبحت يعني مثال يحتذى به، بل أنه دول كبرى ربما معجبة بهذا النموذج كما قال القيادي في حزب الدعوة حسن سنير. هذه القوى يعني عاجزة عن إطلاق مشروع للإصلاح برؤية واضحة، عاجزة، خائفة، أكو ظروف أو تحديات كبيرة تعترض طريقها في العراق، المشغلون الرئيسيون يرفضون أمريكا وإيران، لماذا لم يستطيعوا أن يبلوروا مشروعا حقيقيا للإصلاح؟ يعني العراق الدولة بحجم العراق تحتاج إلى كاريزما خاصة مميزة في الشخصية القيادية لمن يتصدى
المشروع السياسي أو حتى المشروع الاقتصادي، بل وحتى المشروع الديني إذا كان هناك توجه إسلامي لديهم. هؤلاء مشكلتهم أنهم إذا تحلل شخصيتهم على ضوء علم النفس التربوي مثلاً أو ضوء سيرتهم الذاتية، تجد أنهم لا يمتلكون كاريزما القيادة. كاريزما القيادة تحتاج إلى عقل منتج للأفكار، وكذلك أن يكون حازماً وحاسماً في اتخاذ القرارات التي تتوافق مع المصلحة الوطنية. هذه النقطة غير متوفرة لدى قادة العملية السياسية بعد العام 2003، وهذه نقطة جوهرية. لذلك هؤلاء ينطبق عليهم القول المأثور. خليني أقاطعك أستاذ رفعت، اسمح لي. الحقيقة الحديث عن الكاريزما، عن القيادة التاريخية، ربما يصح هذا الحديث في الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، ربما غير مناسب في الأنظمة الديمقراطية. والعراق يفترض أنه نظام ديمقراطي، يعني في فرنسا، في فنلندا، في سويسرا، في أمريكا اللي موجود، لا يقتضي أن تكون هناك شخصية قيادية كاريزمية. هناك شخصية المؤسسات، الفصل بين السلطات، يعني دولة المؤسسات. والعراق يفترض أنه دولة ديمقراطية ليس بحاجة إلى هذه الكاريزما أو القيادة التاريخية. ما هو جزء أيضا من مقومات الشخصية الناجحة أو الكاريزما أن يؤمن بالعمل المؤسساتي أو العمل الجماعي. هذا مفقود لديهم، بدليل أنهم وباعترافهم، مثلا مرة أعتقد نور المالكي صرح أنه بعض القوى السياسية المنافسة لهم يخشون من نجاح المشروع الذي يقدم من قبل حكومة نور المالكي كي لا يشار بأسباب النجاح إليه. لاحظ هذه العقلية. لذلك أنا أقول فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء لا يمتلكون هذه المواصفات فيما يتعلق بالرؤية الوطنية وكذلك بالشخصية. يعني مثلا صدام حسين، كم نحن مثلا ربما نتفق أنه يمتلك كاريزما مثلا الاستبداد أو الدكتاتورية، لكن الرجل كان يعمل ضمن مؤسسات الدولة، كان يعرف كيف يوظفها لخدمة المشروع الوطني، بغض النظر أنه أنا كنت معارض له أو غير، لكن الحقيقة التاريخية يجب أن تقال. أنت في مجتمع شرقي بني على أساس القيادة الفردية، لنكن صريحين. نعم. يعني مجتمعنا يعني كل المجتمعات الشرق الأوسطية، لاحظت حتى في دول الخليج، لكن هم نجحوا في مسألة الكاريزما، وهناك أدلة كثيرة، مثلا الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. النقطة الأساسية أنه إحنا الآن كمعارضين للمشروع الإيراني الذي هو سبب الخراب، وهو الذي أنتج هذه الطبقة السياسية الحاكمة من خلال سياسة الاحتواء الذي قام بها عندما كانوا هؤلاء في مرحلة المعارضة في إيران أو حتى في سوريا، وكذلك سياسة الاحتواء الأمريكي لهم. نحن كمعارضين لهذا المشروع حقيقة لدينا مشروع حقيقي وحل المشكلة، وكما ورد في تقريركم إنقاذ العراق، إنقاذ العراق ممن خربوا العراق اللي هم قادة العملية السياسية. حتى لا نستطرد، تتحدث عن هذه القوى، هل هي تملك الأهلية والقدرة والمقبولية لتطلق مشروع للإصلاح وهي المتهمة بمراكبة كل هذا الخراب الذي جرى خلال 20 سنة الماضية؟ مشاهدين الكرام، ما نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنكمل النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار لهذه الليلة، رافع الفلاحي ورفعت الزبيدي، في الحديث عن استعداد وحديث مكرر لقوى العملية السياسية عن الإصلاح وحتميته وضرورته في العراق بعد 20 عاما من الاحتلال. بعد الفاصل نعود. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين.
لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث الحلقة في هذا الحديث المكرر السياسي والإعلامي لقوى العملية السياسية عن ضرورة الإصلاح في العراق منذ 20 عاما. ضيفة الطاولة رافع الفلاحي ورفعت الزبيدي. دكتور، هذه القوى السياسية حديث مكرر عن الإصلاح وضرورته ولا بد من الإصلاح ونحن ذاهبون للإصلاح وما إلى ذلك من هذا الحديث المكرر، لكن لحد الآن هذه القوى لم تخطو خطوة إصلاحية عملية واحدة على الأقل لكسب الرأي العام، على الأقل لكسب مزيد من الوقت، على الأقل لإقناع الرأي العام شكلا أنها فعلا في بمسار إصلاح في طور أو بلورة مشروع للإصلاح على الأقل من ناحية الشكل. حتى في هذه النقطة هذه القوى صفر حقيقة. أستاذ ماجد، يعني ربما حتى إذا يعني تعود إلى الموازنات، نعم، الموازنات المالية، وتنظر في تصريفات هذه الموازنات كيف توزع الأموال وكيف سترى التشغيلية أكثر من 80% وأكثر ربما كلها تشغيلية، نعم، وستجد في التشغيلية هذه ستجد أن 75% منها تذهب إلى رواتب. تسأل نفسك يعني هذه وين الرواتب تروح؟ لديهم 6 ملايين موظف أو 7 ملايين موظف رواتب يأخذون. هم يعتقدون أنه ربط هذه المجاميع، وهذه المجاميع طبعا هذه الوظائف، مع احترامي لكل عراقي يجب أن يحصل على وظيفة ويجب أن يحصل على مصدر للعيش كريم ويعيش بأفضل طريقة ويحصل على وظيفة تليق بشهادته، تليق بمكانته، تليق، هذا ما له علاقة. لكن أنا أتحدث بالشكل الحاصل الآن، عندما صمموا هذا الشكل وجاءوا بهذه المجاميع من الموظفين يعطوهم حدود 75% من الموازنة من الأموال التي تأتي والباقي تذهب للفساد والخراب والدمار، فليس لك أساسا من البداية أي مشروع للنهوض. التنمية تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى قدرات، إلى وأموال أساسية، يعني أنت تحتاج إلى إعادة بناء الصناعة، أنت تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى طرق، تحتاج إلى قضايا كثيرة وشراء معامل وشراء مصانع، قضية كبيرة جدا، وكل هذا يحتاج إلى أموال، تحتاج إلى بنى تحتية. أنت خلال 20 سنة البنى التحتية للعراق تدمرت. هم يعتقدون أن وجود 6 ملايين إلى 7 ملايين موظف من العراق مع ارتباط الناس اللي بيهم عوائل هذا يجعلهم في أمان، لأن هؤلاء مصدر رزقهم مرتبط بالحكومة، مرتبط بهذه العملية السياسية، بهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب هي من وظفتهم. يعني لا تقول لي الآن أي واحد يستطيع أن يتوظف يتقدم حال الناس بشهادته بقدراته بوضعه الخاص وهو مستقل وما له علاقة بكل ذلك، يتقدم إلى وظيفة ويحصل عليها أبداً. يجب أن يكون يدخل بوابة أحد الأحزاب أو القوى السياسية والميليشيات، وهي الميليشيات وهي اللي توظفها. فبالتالي هذه القوى كلها بالعملية السياسية تعتقد أن هؤلاء جمهورهم وهؤلاء يستفادون من عندهم بالانتخابات بغير الانتخابات، وقد استفادوا منهم مثلا في ثورة تشرين عندما منعوهم من المشاركة في التظاهرات، منعوهم الموظفين براتبهم، موظفين القطاع العام، نعم القطاع العام، لأن أنت ما عندك قطاع خاص، أنت الحقيقة ماكو قطاع خاص، العراق انتهى بالقطاع الخاص، كل دول الدنيا تنشئ القطاع الخاص إن مكان موجود، يعني تحاول تستقتل من أجل إيجاد القطاع الخاص بالعراق، انهو انتهت. إحنا ليس لدينا لا صناعة، الزراعة انتهت، صناعة ما عدنا، إحنا كل معاملنا، كل المصانع اللي هي القطاع العام أو القطاع المشترك أو القطاع الخاص قد تدمر. في نقطة منع الموظفين من الخروج في تشرين. نعم. فبالتالي هؤلاء الموظفين استفادوا من عندهم، منعوهم، هددوهم برواتبهم، نقطع عنكم الرواتب إذا ما ذهبتم إلى ساحات، وبالتالي لذلك الشباب ظلوا لوحدهم في الساحات، لم مع أنه كنا نشاهد، كنا ولا أحد يعترض على هذه المسألة، في بداية ثورة تشرين كانوا أهل العراق
ببيوتهم كلهم، هم أطفالهم يزورون ساحات الاعتصام في كل مكان، في بغداد، في ساحة التحرير، في بغداد وفي الناصرية وفي كل مكان الناس تزور، يعني يتباركون بوجود هؤلاء الشباب ويدعموهم، وفجأة انسحبوا. لماذا انسحبوا؟ كان التهديد بهذا الشكل، يوقع أنت لا تخرج، وهذه يعني مثبت، هذا الكلام ليس من عندنا، هذا أحاديث موظفين. فبالتالي هم يعتقدون أنه هذه القوى التي وظفناها هي هذه، هذا العراقي عليه أن يعيش يأخذ مرتب وخلص، وأبواب الاستيراد والاستهلاك مفتوحة. حتى هذه الملايين من الموظفين وعوائلهم الحقيقة لم تدفعهم ولم تنقذهم في الانتخابات، نسبة المشاركة كانت 10%. نعم، ما هو وصلوا إلى قناعة أنه هؤلاء حتى هم يعتمدون على النفط، النفط سلعة غير قابلة للتحكم بها في أي مكان بالعالم. سعرها غير قابل، هذا سعر البرميل اليوم 100 دولار، وباكر ممكن ينزل 10 دولارات. فأنت بالانخفاض ستجد نفسك الدولة عاجزة عن أن تعطي رواتب، فستصرح الناس هؤلاء وظيفتهم غير مضمونة، حياتهم غير مضمونة. قنبلة أيضا، قنبلة ضد هم قنبلة موقوتة الآن. يفكرون بشكل عملي، نحن يعني لا نقف على أرض ثابتة، على أرض متحركة، هذا مو طبيعية ولا حقيقية. نعم أستاذ رفعت، الحقيقة هناك من المراقبين والبحوث من يؤكد أن هذه القوى وإن تحدثت كثيرا عن الإصلاح، والحديث الإصلاح عمره 20 عاما، لا يمكن أن تقدم على الإصلاح لسبب بسيط، أن هذه القوى استمرارها وحياتها والحبل السري لها مستمر بمشروع الإفساد والتخريب. أي مشروع للإصلاح معناها قتل لهذه القوى، كالسمكة عندما تخرج من الماء ستموت. فعلا هذا الكلام لو فيه تحامل كثير على هذه الطبقة السياسية. لا، هذه صورة مصغرة للواقع. الحقيقة أن الإصلاح الحقيقي، وأنا أوجه يعني نداء إلى القوى الوطنية الحقيقية في الداخل والخارج، الإصلاح الحقيقي للعراق هو إنقاذ العراق من العملية السياسية. ولذلك نحن قدمنا مشروع مقترح مؤتمر الحوار الوطني من أجل تجنيب العراق من مخاطر خارج التوقعات بسبب فشل العملية السياسية وتداعياتها. الأهداف الأربعة المهمة لهذا الموضوع هو تبديد مخاوف إعادة تأهيل العملية السياسية، وهذا ما يحدث. هذا يعني أستاذ ماجد دخول العراق في مرحلة خطر انهيار التام. ثانيا، إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية وفق مشروع وطني، نحن قادرون على إنتاج تقديم المشروع الوطني تتفق عليه جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج بلا تهميش وعقد حزبية. ثالثا، إخراج العراق من الجمود السياسي وإعادته إلى واجهة البناء والتواصل الحضاري. رابعا، المصالحة الوطنية تأتي وفق المشروع الوطني المتفق عليه. ولذلك نحن نؤكد على أن إصلاح العراق لابد أن تكون له خطوات ذات مصداقية من خلال مستوى هذه القوى. بس سؤال، أشكرك على التوضيح. سؤال، هذه القوى لا يؤمل، لا يمكن أن تجترح مشروعا إصلاحيا، لأنها لو قدمت هذا المشروع كما يقول الناشطون والمراقبون ستموت، هذه حياتها مرتبطة رهنا بالفساد الموجود في العراق. دقيق هذا الكلام أم أنها ربما في صحوة الضمير إعادة نظر؟ لا، ستبدأ بخطوات إصلاحية حتى وإن كانت بسيطة أو خجولة. أنا أقول لك بصراحة أكثر، أن العملية السياسية الحالية هي روح المرجعية الدينية التي هي عرابة العملية السياسية برمتها منذ العام 2003 وإلى الآن. هذه النقطة المهمة، ولو تراجع خطابات وكيل المرجعية خلال فترة ثورة تشرين ستجد أنها هي من ساهمت في قتل وإبادة أبناء ثورة تشرين، متزامنة مع الفتوى التي أصدرها علي الخامنئي أعتقد بتاريخ 30 أو 31 10 2019. لذلك أستاذ ماجد أنا أقول، وهذه فرصة بالمناسبة، الآن المملكة الأردنية الهاشمية أعطت حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول وليس حضرتك أو القناة، أعطتهم إجازة العمل في الأردن. هذه فرصة لهم
أن يلموا شمل القوى الوطنية من أجل أن نحرج المجتمع الدولي وفق الأدلة الموجودة هناك ملفات انتهاكات. الحزب الأردني دكتور رافع، هذه لا يمكن أن تقدم مشروعاً إصلاحياً، لو قدمت معناها أنها كمن يطلق الرصاص على نفسه ستموت، دقيق أم أن هناك ربما خطوات، هناك من يقرأ خطوات إصلاحية خجولة بسيطة متواضعة يقوم بها مثلاً السوداني الآن يتحدثون عن خطوات، لو هذه القوى لا يمكن أن تقدم هذا المشروع لأنه كما قلنا حياتها مرتبطة بالفساد وليس مرتبطة بالإصلاح. أستاذ ماجد، بالمعنى الدقيق يعني عندما تنظر إلى كلمة إصلاح ستجد يعني ربما شيء معين فيه اعوجاج معين تصلحه، نعم، انحراف معين تقومه، تقومه إصلاح، لكن العراق يحتاج إلى تغيير الحقيقة ليس إصلاحاً. يعني عندما كان الحديث يجري أنه لابد من إرجاع العملية السياسية إلى مسارها وسكتها الصحيحة، هي وين سكتها الصحيحة؟ إيه هذا بس الآن ما عاد نسمع هذا الكلام. هي وين سكتها الصحيحة؟ 2003 يعني هي بدت من البداية، هي بها خلل بنيوي، هي بها خلل بنيوي والكل يعرف، مبنية على المحاصصات الطائفية والإثنية والعرقية، وهذا واقع الحال، وهي من جابت الخراب كل هذا للعراق، والأمريكان الذين صمموها يعرفون بداياتها كيف ستبدأ، مدخلاتها ومخرجاتها شنو، يعرفون هذا الموضوع ويعرفون أننا سنصل إلى هذا المستوى، هذا واقع الحال. فهي إصلاحها إعادة مثل الحديث عن أنه إحنا يعني ما نريد نرجع للمربع الأول. أي مربع أول؟ ما هو أنتم خرجتوا من المربع الأول، خرجتوا العراق من المربع الأول، وما هو شكل ومعاييركم للمربع الأول؟ يعني هل الذبح والقتل والتهجير والكذا انتهى؟ هجرت الناس لأنه ما ظلوا الناس تهجروهم في بغداد مثلاً أو في البصرة أو في مناطق معينة، انتهى هذا التهجير. التغيير الديمغرافي في مناطق معينة انتهيتوا من عنده، الآن ما تريدون ترجعون لكن هو موجود، المشروع موجود، القتل والذبح والميليشيات والطائفية والخراب والفساد كلها موجودة، والأحزاب التي كانت تقاتل. يعني خذ هذه الشخصيات التي الآن تحكم العراق، لو كان هناك نظام وطني هذه كان يحاكموهم بالخيانة العظمى، ذول خونة للعراق، كان يقاتلك بغض النظر عن رؤيته هو لشكل النظام. أن تخالف النظام، وقلناها أكثر من مرة، أن تخالف النظام شيء، وأن تخالف وطنك شيء آخر. أن تقاتل وطنك، وطنك في حرب، خذ الحرب العراقية الإيرانية، وهذا أيضا مرة أخرى ليس دفاعا عن نظام معين، بلدك داخل في حرب مع دولة أخرى، أنت تقف مع الدولة الأخرى ضد بلدك، وبلدك بيب شعبك بيب الشيعة والسنة والأكراد والعرب والمسيحيين ومسلم وكل شيء، وتقتل منهم وتأتي لتحكمهم باسم الوطنية، هذا شيء غير معقول. لذلك أنا تحدثت عن الخرافة، هذا جزء من الخرافة. أنت تريد تقنعني أنه العامري وطني، أنه أبو فدك ما أعرف منه وطني، إيران أعدمت مسؤول لأنه قدم معلومات فقط، معلومات. هذول قاتلونا، نعم. قاتلوا البلد، نعم. ما له علاقة بالنظام، أنت تخالف نظام، تقف ضد نظام، تعارض نظام، هذا من حقك كمواطن كإنسان، من حقك عارض وكل شيء يسوي، لكن أن تقف مع دولة أخرى ضد بلدك وتقاتل وتأتي بقوات من ذاك البلد لكي تدخل بلدك وفي ظل الاحتلال الأمريكي وتقول لي أنت جايب مشروع وطني، هذا يعني هذه جزء من الخرافة التي يريدون أن يقنعونا بها، مثل ما يريدون أن يقنعونا بأن هذه العملية السياسية ممكن أن تصلح، هذا الدستور ممكن أن يعدل يصلح، لا يمكن. هذه كلها، والبعض يعتبر هذا الكلام بتجني كبير، كيف يمكن يعني 20 سنة نشطبها؟ نعم نشطبها من تاريخ العراق، لأنها لم تأتي للعراق إلا بالسوء والخراب والدمار، وأكثر من 1,000,000 عراقي ماتوا واستشهدوا، 10 ملايين هاجروا العراق، كل الكفاءات وكل الأساتذة وكل الأطباء وكل المهندسين وكل الشخصيات وكل العقول هجرتوها، وتريدون من العراق أن ينهض؟ لا يمكن أن ينهض، لا يمكن أن ينهض بهذا الفكر، بهذا السوء، بهذا الخراب، بهذه الرؤية القاصرة الكاسح الكسيحة، لا يمكن بهذا الدستور الكسيح الذي يركز على الطائفية والمكونات، لا يمكن أبدا. أستاذ رفعت، أيضا هناك من يقول أن هذه القوى الحقيقة منفصلة تماما عن الواقع في العراق، إذا يعني أحسن الظن أنها ليست يعني في مشروع أو في مسار للتخريب، لكنها غير مدركة لخطورة الوضع الموجود في العراق، هناك انحدار وهناك انحطاط على كل المستويات،
هي غير مدركة لهذا الخطر، غير واعية لهذا الخطر، فعلا لا تدرك هذا الخطر المحيق والمحيط بالعراق هذه القوى؟ لا، هم يعرفون أن هناك خطر، لكن الغرور قد ركبهم. يعني العراق الآن من يتحدث أستاذ رفعت أنه على كف عفريت، العراق على كف عفريت. يعني لذلك أنا قلت لك أنه من أجل تجنيب العراق من مخاطر خارج التوقعات بسبب الفشل العملية السياسية، هذا هو العفريت. أستاذ ماجد، إحنا نحتاج إلى قراءة واقعية للسياسة الدولية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتجه لتطبيق النظرية الليبرالية، الليبراليزم في مسألة تعاطيها مع العراق، إنه يقول لك ممكن أن نحتوي الميليشيات وكذلك نفكك المشروع الإيراني في العراق من خلال مثلا تنشيط الاقتصاد، المشاريع التنموية. وطبعا حكومة السوداني أصبحت، يعني حزب الدعوة خلينا نقول، أصبحت لديهم خبرة في مسألة كيفية التحايل وكذلك احتواء الظروف التي تحيط بالعراق إقليميا وكذلك دوليا، وهذا بفضل المكر والدهاء الإيراني التي تعلمهم، وأكيد هم استفادوا من هذه التجربة، فهم يعرفون كيف يخرجون من الأزمات أو الضغوطات التي يتعرضون لها مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه أنتم عليكم أن تخففوا من بعض الأمور، أن تقدموا خطوات ملموسة فيما يتعلق بالإصلاح. وكما قلت أنه أن فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك نحن كقوى وطنية يفترض أن نسحب البساط من العملية السياسية، وأن نجلب أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلينا نحن كضحايا العملية السياسية، سواء كنا في الداخل والخارج. 7 مليون عراقي مهجر، كذلك مناطق الآن ممنوع دخول سكانها الأصليين مثل جرف الصخر، هذه يمكن أن تكون ملف، لكن كيف تستطيع أنت أن توظف هذه الملفات لمشروعك الوطني ضد العملية السياسية وضد المشروع الإيراني في المنطقة إن لم توحد جهودك؟ لذلك نحن مرة أخرى نقول أن مؤتمر الحوار الوطني يجب أن ينطلق من خارج العراق، باعتبار أن العراق بيئة غير آمنة للمعارضين للمشروع الوطني. هذا هو الحل الأمثل فيما يتعلق بمفهوم الإصلاح وكذلك إعادة بناء الدولة العراقية. غير ذلك بصراحة أستاذ ماجد أنا لا أكترث لا لما يقوله لا مقتدى ولا للسوداني، كل هؤلاء يكذبون ثم يكذبون. من هذه النقطة دكتور رافع، الحقيقة من يحمل لواء الإصلاح يعني ويقدم نفسه للرأي العام أيضا هو القوى العملية السياسية، مقتدى الصدر، عمار الحكيم أيضا عنده حديث مؤخرا عن قضية الإصلاح، وبقية شركاء العملية السياسية. هل الرأي العام العراقي يقبل هذا الحديث من قوى العملية السياسية وأنها وتقدم نفسها على أنها مصلحة ومقومة ومرجع العملية السياسية إلى سكتها القديمة، سيقبل، يتفاعل، يدعم، يساند؟ أستاذ ماجد، التاريخ حاضر والشعوب بذاكرة، ليست فاقدة للذاكرة وليست فاقدة للأهلية، شعوب تتذكر وتعرف وترى بشكل واضح، خاصة مثل الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب متميز برؤيته وبفكرة وبتطلعاته وبتقييمه حتى. هذه القوى التي تتحدث عنها هي القوى التي ساهمت بسقوط العراق بهذا الشكل، هي من ساهمت بإشاعة الفساد والطائفية والخراب والدمار وكل هذا الانحطاط وكل هذا الخراب، هي من ساهمت به وهي من سعت إليه وهي من حمته. فكيف لهذه القوى التي كانت معولاً للتهديم والتدمير أن تكون أداة للبناء؟ وكأن الرأي العام يقول ليس أمامنا من سبيل آخر في سبيل الإصلاح، في سبيل إصلاح إسقاط هذا النظام، العالم كله محتشد خلف هذا النظام. ما الحقيقة أستاذ ماجد، يعني عندما يريد الشعب أن يغير، لا العالم ولا أمريكا ولا كل قوى الدنيا تستطيع أن تقف أمام شعب يريد أن يغير. وفي ذلك الوقت ستقف أمريكا والأمم المتحدة وأوروبا كلها ببرقيات تأييد، وسترسل مبعوثين لتأييد الوضع الجديد. هذا واقع الحال، والأمريكان يعرفون ذلك ويقولونها.
يقول ما دام الوضع قائم الآن نحن نؤيده، بس خلينا نقلب هذا الوضع بإرادة شعبية بهذه الطريقة سنؤيد الوضع. بالأخير هم يبحثون عن مصالحهم، فبالتالي ينقلب الوضع ينقلب الوضع. لكن أن تريد أن تقنع الناس أنه يعني هذا الوضع ممكن أن يستمر، وترى إذا ما استمر ما قبلت به ترى الجاي أسوأ، ذاهبون إلى الفوضى العارمة، إلى الفوضى إلى المجهول. نعم، ما هو العراق عايش بالمجهول صار له 20 سنة. يعني أنت وين تريد تودي للعراق وأنت تخوفه من مجهول؟ لذلك هو يجب أن يتوقف، لأنه يعني خلافنا ستكون الفوضى، ونحن عندنا سلاح وقادرين. كثير من الأنظمة وكثير من التاريخ، عندما تقرأ التاريخ ستجد كثير من هذه المقولات، لكن الشعوب من تقرر وتخرج بموجاتها الكبيرة ستسقط كل هذا. الرأي العام ما يقبل؟ ما يقبل؟ لا يقبل، لا يمكن أن يقبل. أي من القوى أن تقدم نفسها؟ لا يمكن أن يقبل، والدليل على ذلك الدليل واضح وعملي في العراق. ثورة تشرين هذه ليست نموذج يعني جاء وانتهى، لا، هذا تعبر عن حالة. لذلك هم جننتهم، لذلك هم يعني أرعبتهم. شباب صغار من الحاضنة التي يعتقدون أنها لهم، يعني هكذا دعني أتحدث، من الحاضنة الشيعية التي يعتقدون أنها مؤيدة لهم، وإذا بهذا الشباب عابر للطائفية يريد إسقاط العملية السياسية، حرق مقرات الأحزاب، حرق مقرات الميليشيات، طردهم من كل مكان ويطالب بإسقاط العملية السياسية. هذا الحقيقة اللي جننهم، وهذا اللي جعلهم يقتلون 1000 شاب ويجرحون 30,000 شاب، والميليشيات كلها تخرج عن بكرة أبيها لتقاتل هؤلاء الشباب في الشوارع. هذا الوضع، هذا يدل على أن الشعب لا يمكن أن يؤمن بهؤلاء، لا يمكن أن يقبل بقياساتهم. وعمدها يعني ثبتها الشباب فيما بعد، حتى بعد ثورة تشرين ما استطاعوا أن يقتلوا من عنده. عندما جاءت الانتخابات هذه، ما يسمونها الانتخابات هذه، هذا التزوير واللعب، 85% من العراقيين لم يشاركوا. هم يريدون أن يقنعونا، وأمريكا أولاً تريد أن تقنعنا، إذا تريدون تغيرون اذهبوا إلى صناديق الاقتراع. وكأنه هناك ديمقراطية في العراق، وأنه الناس إذا ما ذهبت وأدلت بأصواتها ستجني الخير. خلينا أيضا لذلك فقط هذه النقطة، النقطة هذه. لذلك البعض يتحدث أنه السنة والله يعني ليش ما شاركتوا كلكم، لو مشاركين كلكم كان حصلتوا. هذه كذبة كبيرة، هذه نسب محددة من البداية. هل قد نسبتك تشارك 10، تشارك 1,000,000، تشارك 5 ملايين، انت هاي نسبتك لن تتغير. خلي بدقيقتين نسأل الأستاذ رفعت حتى يعني ننهي الحلقة، أليس هناك من فرصة لعملية إصلاح أو تقويم أو تغيير من داخل العملية السياسية؟ الحقيقة هذا سمعنا هذا الحديث، يعني إنهاء العملية السياسية غير ممكن، لكن تغييرها من الداخل ممكن. فعلا ممكن، هناك فرصة؟ دقيقتين بس، دقيقتين أعطيك الدليل. إيه؟ عندما اعتصم التيار الصدري وأعلن انسحابه من العملية السياسية في العام المنصرم، كانت لدي شخصياً تواصل مع قيادات من التيار الصدري، هذه اللي لأول مرة أقولها إلى الإعلام، وسائل الإعلام والرأي العام العراقي. نعم. تواصلت مع شخصيات من التابع للتيار الصدري، ولديهم تواصل مع زعيم التيار الصدري، ليسوا موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي. واقترحت عليهم أن يتبنوا مشروع المؤتمر الحوار الوطني. لو كان التيار الصدري أو مقتدى الصدر صادقا في مسألة انسحاب من العملية السياسية، لماذا لم ينفتح في الحوار مع معارضي العملية السياسية؟ أستاذ ماجد، نحن كشفنا أكذوبتهم، أكذوبة التيار الصدري. نعم. وضعناهم على المحك من خلال هذا التواصل الذي جرى بيننا وبينهم. لا يمكن إلا من خلال عقد مؤتمر الحوار الوطني. وأقول مرة أخرى أن انقلاب الوضع أستاذ ماجد، انقلاب الوضع يحتاج إلى آليات. أبناء ثورة تشرين أدوا واجبهم وسيحاسبوننا، سيقولون لنا لقد قتلنا وأنتم في الخارج لم تفعلوا شيئا. لذلك يجب أن نتوحد ضمن مظلة مؤتمر الحوار الوطني. شكرا لضيفنا من ميشيغان في الولايات المتحدة الأستاذ رفعت الزبيدي، الكاتب والباحث السياسي. كما نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.